تسأل أختنا تقول: أعلم أن المرأة وقت الحيض لا تصوم ولا تصلي ولا تمس المصحف إلا للضرورة الملحة، ولكن في الأيام الأخيرة من فترة الحيض يكون الدم متقطعا ولا يستمر طوال النهار أو طوال اليوم بل لفترات، هل لي في تلك الفترات أن أمسك المصحف وأقرأ القرآن؟ قضية الحيض المتقطع في اليوم أو كون يأتي عليها طهر يسير وانقطاع دم في أثناء العادة، هذا لا يجعلها خارج العادة ولا يجعلها طاهرا من الحيض، لأن هذه الطهارة عارضة ويسيرة فلها حكم الحيض. والحائض لا تقرأ القرآن إلا عند الحاجة، إلا الحاجة لقراءته، كما إذا كانت تحفظ القرآن أو شيئا منه وتخشى أن تنسى حفظها فلها أن تقرأ القرآن من أجل أن يبقى في ذاكرتها وأن تحافظ عليه حتى ولو كانت حائضا، لأن هذه تعتبر حالة ضرورة، لأنها لو تركت قراءته في هذه الفترة لنسيته. وكذلك بالنسبة لمثلا الطالبة وقت الامتحان، إذا كان مثلا امتحان القرآن يفوت عليها يترتب على ذلك رسوبها في الامتحان، هذا ضرر عليها، فلها أن تقرأ بقدر الحاجة ولو كانت حائضا، لكن من غير أن تمس المصحف، لأن تقرأ إما عن ظهر قلب وإما من المصحف لكن من وراء حائل، لأن تفتح المصحف من وراء حائل تنظر إليه وتقرأ. جزاكم الله خيرا.